الايه السابعه والستون بعد البسمله من سوره المائده انها ايه الغدير يا ايها الرسول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين انني وجهت نظري إلى بيعة الغدير فوجدت أن مواثيق بيعة الغدير هي التي ترسم لي برنامجا. مواثيق بيعة الغدير هي التي دفعتني كي أبحث عن منطق علي لا عن منطق أرسطو. أنني اعرف منطقه ارسطو جيدا فانا استاذ من اساتذته لكنني وضعته جانبا بيعه الغدير قادتني الى منطق علي ووقفت هناك في فناء علي متدبرا متفكرا في منطق علي ووجدته منطقا واضحا يهيمن على عقلي وقلبي وروحي وضميري المنطق العلوي هو الذي شخص لي منهج معارض القول منهج لحن القول ومن هنا كانت البداية فتمازجت حقائق القرآن مع حقائق حديث العترة الطاهرة وانبجست من بينهما عيون صافية إنها العيون التي وجهني إليها المنطق العلوي انبجست تلك العيون الصافية الغزيرة الفوارة بفيضها من بين حقائق القرآن المفسر بتفسير عليا وعليا وعليا وعلي وعلي, وعلي 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 فقط انبجست تلك العيون العلوية غيداقة غيداقة بكل طهرها فواحة بكل عطرها انه دين العطرة الطاهرة الذي يتسامى فوق الظنون وفوق الاهواء ويتأبى يتأبى ان يكون نتيجة لاجتهادات باطلة واستحسانات خرقاء ولقذارات جمعوها من هنا ومن هناك وقالوا عنها علوم العلم عند علي وآل علي فقط مثل ما قال باقر العلوم باقرهم أبو جعفر إنه محمد ابن علي ابن الحسين فهل أنا بحاجة ان اعرف الحسين من هو الباقر هو الذي يقول حينما دار الحديث في مجلسه عن الحسن البصري فقال فليشرق فليشرق الحسن البصري وليغرب فان العلم لا يؤتى الا منها هنا واشار بيده الى صدره الشريف فليشرق الحسن البصري وليغرب فإن العلم لا يؤتى إلا من هنا إلا من صدور علي وآل علي هناك الدين وهناك العقيدة وهناك الشريعة وهناك الحقيقة وهناك الحق يدور يدور معهم حيثما داروا صلوات الله عليه الحق يتبعهم هم لا يتبعون الحق لماذا لان الحق يكون عارضا وهم الجوهر الجوهر لا يتبع العوارض الحق عارض من عوارضهم هم الجوهر هم حق الحق وهم حقيقة حق الحق. وهم عين حقيقة حق الحق، وهم مجمع اسرار عين حقيقة حق الحق، لذا يدور حولهم. هؤلاء هم أئمتي وسادتي محمد وآل محمد. أبرأ إليهم من علم أصول الفقه. وأبرأ إليهم من علم الكلام ومن علم الحديث ومن علم الرجال وأبرأ إليهم من الاجتهاد بكل تفاصيله نظريا وعمليا وأبرأ إليهم من دين المجتهدين ومن عقائد المجتهدين ألا لحنة على دينهم وعقائدهم انه المذهب الطوسي القذر اللعين